سعيدة اليوم بتواجدي في مبادرة فرحة وطن مع أصحاب الهمم بتنظيم جميل من فريق عطاء حمدان التطوعي اللي دائما يعودوني ويعودونكم على المبادرات الطيبة اللي ترفع الرأس طبعا بالتعاون مع قرية سند لأصحاب الهمم. أنا جدا سعيدة أني أنا اليوم جزء من هذه المبادرة ومن أن احنا احتفلنا باليوم يومنا الوطني اللي عزيز على قلوبنا مع أصحاب الهمم. ونحن دائما مثل ما عودتنا قيادتنا أن أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الغالي، وأكيد أن احتفالنا وفرحتنا مع أصحاب الهمم بيومنا الوطني الغالي أجمل. شكرا لكم. طبعا في البداية حابين نشكر الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة على رعايتها وحضورها لهذه المبادرة بعنوان فرحة وطن مع أصحاب الهمم، طبعا تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة 53. حبينا نحن نسعد أصحاب الهمم، حبينا نحن أيضا نمكنهم نخليهم ضمن النسيج المجتمعي، وأيضا من باب تفعيل الشراكة المجتمعية بين فريق عطاء حمدان التطوعي وقرية سند في دعم أصحاب الهمم ونهج قيادتنا الرشيدة في دعم هذه الفئة المجتمعية. احنا هذه المبادرة الرابعة مع قرية سند، وإن شاء الله بإذن الله في مبادرات قادمة.